الاقتصاديه خزنها جهاز توليد مصر الكهرباء وحاجات المستهلك قيمتها 104.10 ده قيمه التعريفه الاقتصاديه متوسط التعريفه على مستوى جميع المدن. انا هدخل حضرتك على المدن المختلفه وبعد كده هدخل على المنازل واقول لحضرتك التفصيل بتاعها قد ايه واقول لحضرتك الدعم اللي موجود في كل حاجه. ايضا حضرتك عندي حضرتك فكره بالنسبه للزياده الاستخدام المنزلي على فكره الزياده الكليه في الدعم ما تتعداش 26.6% يعني الزياده الكليه مش في الدعم بس الزياده الكليه في قيمه الوحده الطاقه الكهربائيه لا تتعدى 26.6% منها للمنازل 24.8% مقدار الزياده الموجوده على المنازل بالكامل. على الجهد المنخفض لم تتعدى زياده اكثر من 20.9%. تسمحوا لي اول افرج حضراتكم بقى على الكلام ده. دي حاجه مهمه جدا عاوز اقول عليها واحنا مش هنستخدمها دلوقتي بس يهمني حاجه تعرفوها في المشكله. احنا بنشتري الغاز الطبيعي على الدوله، بتوفر الغاز الطبيعي لانتاج الطاقه الكهربائيه بسعر